انت ما تخاف بصراحه طبعا لسانك صليط؟ يمكن البيئه اللي انا عايش بيها تعطيني احقيه انه اخذ حريتي. فهمتني لو لا؟ انا ما اقول لك انه ما تعرضت الى يعني الى تهديد في اغلب بقيه المهرجانات او بعض المهرجانات، وما اقول لك انه ما تعرضت الى خوف. كل انسان ما يخاف، صحيح. مستحيل مستحيل ماكو انسان ما يخاف، لكن مرات انه الخوف المزمن بداخلك يشجعك. انا ادري الرصاصة تلوح صدر بيوم وما حد ينتفضي او لا يفك حيك جتفت الحكي، من مات بي الخوف؟ من شفت الاحزاب تدور الصفق؟ اي والله. من شفت الرصاصة تبات بالمقتول؟ من زنجر حكيهم باقة والتفقة؟ الله الله. انا ادري الوطن بيناس خمس وجوه، كل ساعة بحزب تختار تستنقع. ايه.